العزيزة نورهان طمان واقفة فيكي أجواء حارة تحت أشعة الشمس، زميلتنا روزان نصر قاعدة في أجواء مكيفة ومتواجدة حاليا في مقر جريدة الشروق، وبننبر عليكي باختصار يا روزان. طب احنا قاعدين في التكييف. لا بالمقارنة بكلام على الجنة. صباح الفل عليكي، أخبارك إيه؟ تمام؟ صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهوان. يعني بنغيظ نورهان طبعا ان احنا موجودين في التكييف كلنا وهي لا. اتفضلي، احنا مستنيين نسمع منك بقى اهم المانشيتات الصحفيه والاخبار الموجوده في كل الصحف والمجلات الرياضيه العربيه والعالميه. اتفضلي. تمام، قبل ما نروح للاخبار دي خلينا نقول للمشاهدين ان النهارده هيلتقي سموحه وبيراميدز في كاس مصر الساعه 7 مساء. أول خبر من جريدة الشروق، اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو ترسل البروتوكول الطبي للجان الأولمبية الوطنية. عقدت اللجنة الطبية أول اجتماع مع أطباء المنتخبات الوطنية في الاتحادات الرياضية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة ورئيس البعثة الطبية لمصر في أولمبياد طوكيو. من هذا الجانب أكد الدكتور حسن كمال ان الاجتماع للتنسيق بشان سفر البعثه المصريه للمشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه التي تستضيفها طوكيو خلال الفتره من 23 يوليو الى 8 اغسطس المقبل. واوضح ايضا ان اللجنه وضعت نظام محدد لكل شيء ورصد تحركات اللاعبين قبل 14 يوم من السفر الى طوكيو والمتابعه الصحيه اللحظيه لكل المشاركين. من جريدة الشرق الأوسط، بلجيكا بمواهبها مرشحة لللقب والدنمارك تحلم بتكرار معجزة 92. طبعا بتأمل بلجيكا أن تحقق هذه المرة الفرصة للفوز بأول لقب كبير في تاريخها، وتبدو بلجيكا المرشحة الكبرى لتصدر المجموعة الثانية بفريق بين الخبرة والشباب، والسمة المميزة هي الموهبة الكبيرة في كل الخطوط. على صعيد الدنمارك، أن في كل مرة تقترب بطولة أوروبا يطرح السؤال نفسه، هل يمكن للدنمارك أن تكرر معجزة 92؟ وتستفيد الدنمارك من تشكيلة المدرب يولماند في النظام الجديد للبطولة التي باتت تضم 24 منتخب، يمنحها طبعا فرصة قوية للتأهل. أخيرا من جريدة الرياضية السعودية، إبراموفيتش يقود مفاوضات لوكاكو. يقود الروسي رومان إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي مفاوضات إعادة البلجيكي لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى ملعب ستامفورد بريدج من أجل علاج مشكلة التهديف وجعله فريق تنافسي قوي بالدرجة الأولى، وذلك بعد ظهور مانشستر سيتي في الطريق، وهو ما يتطلب إدارة حكيمة للمفاوضات. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع جريدة الشروق. بشكركم جدا وعودة للاستوديو مرة تانية. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر روزان، وأكيد شكر موصول لنورهان طمان زبايننا الأعزاء.